دمتم بخير مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم في طلة جديدة وامسية جديدة من برنامجنا دائما بصحبة ايفل للعطور. مشاهدينا ومتابعينا، افطارا هنيئا وصوما مقبولا باذن الله. دائما متواصلين في جولاتنا في خلال شهر رمضان المبارك، ودائما الجوائز بانتظاركم. لكن مشاهدينا ومتابعينا، عطور ايفل مستوحاة من العالمية بافرع الاربعة الموجودة في قلقيلية وطول كرم وجنين ورام الله، واكثر من 70 نقطة في الوطن، بالاضافة سخنين والناصرة ايضا في الداخل الفلسطيني. مشاهدينا ومتابعينا، راح نكون معكم مع جوائز مميزة، قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل من ايفل العطور. طبعا اليوم احنا في مدينة قلقيلية والعنوان معروف، مدخل مدينة قلقيلية. سأكون برفقتي من وراء الكاميرا براء عمر خباب الاسمر، ومني انا منتصر العناني. تعالوا معنا نشوف اول متسابق شو بده يطلع معاه مع ايفل العطور. مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ فيك؟ والله الحمد لله. شايفك مبسوط؟ على الاخر، في رمضان دائما مبسوط انا. لا بديش اسئله. طيب بديش بديش اسئله انا، الاسئله موجوده، خليها معك. بدك سؤال صعب ولا سهل؟ زيك. شو اسمك؟ عماد والويل. انا صعب يا اخوي. اذا زي انا صعب. هذا زي الكاميرا سهل. زي الكاميرا سهل. طيب شو تبيع انت؟ شو بتبيع؟ بنانا. بنانا يا عيني، عجبتني بنانا، انجليزيات وقويات يعني. طيب شو اسمك قلت لي كمان مره؟ عماد والوين. عماد، يا عماد احنا مع ايفل العطور، بتعرفوا؟ مزبوط. هي في اول شارع نابل. شارع نابل جنب البرنس. طيب سؤال بس بتجاوبنا عليه سريعا. بس اذا تاخرت بدها تروح الجائزه مني. طيب. عاصمه فلسطين؟ قدس. يا عيني عليك، والله ما شاء الله عليك. بس على السؤال. مش قلت لك صعب؟ اصعب السؤال. طيب هذه من ايفل قسيمه شرائيه بقيمه 100 شيكل، تستلمها من عنده. مبارك عليك، شو بتحكي له؟ سلم ايديه ومن قدم الى الامام. ضلك طص. ايوه تعالوا معنا. وين الشاب؟ وين الشاب؟ الشاب الشاب. هيو نو نو انا. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ عمي. كل عام وانت بخير. ورمضان كريم. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. كيف رمضان معك؟ حلو؟ الحمد لله رب العالمين. اعطيني هذه من ايفل العطور، بتاخذ من عنده جائزتك بقيمه 100 شيكل. مبروك عليك، كل عام وانت بخير ورمضان كريم يسعده. يلا تعالوا معنا نكمل مشوارنا ورحلتنا مع ايفل العطور. تعالوا 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 نشوف. احنا مع ايفل العطور. أيوة. هي عندكم فرع في قلقيلية صح؟ مظبوط. يا سلام، اعطيني خليه هذاك يهرب، خليه كله بدنا نشرب. تعال تعال بدنا نشربه. طيب اسمع اسمع، تعرف شو عاصمة الجزائر؟ عاصمة الجزائر. طب عاصمة الكويت؟ شو بعرف؟ الكويت عادي يعني. الكويت الكويت. الكويت الكويت. عاصمة الكويت الكويت. وين صاحبك؟ ايوه الكويت الكويت. طيب. تعال. لا لا شو بدك فيه؟ بدناش اياه، بدناش اياه. هاي قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل من ايفل العطور، بتستلمها من عنده، شو بتحكي له؟ شكرا لك. شكرا لك. برضه هاي غشيت اياها. حياك يعني. طيب تعالوا احنا نشوف. شو بنطلق على غزة؟ شو بنقول عنها؟ غزة ايش؟ غزة المحاصرة. المحاصرة، محاصرة. الله رفك أسرنا جميعا يا رب العالمين، لكن أنا بدي أحكي وإن شاء الله بتوحد الوطن غزة والضفة ويكون قلبنا على قلب رجل واحد، يا رب يوحدنا بس ويبعد عنها الانقسام. بس لا بطلق عليها غزة ايش؟ العزة. العزة وإيش كمان؟ غزة ايش؟ غزتها هاشم. غزة هاشم. قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل من ايفل العطور، مبروك عليك. شكرا لكم. شكرا. شكرا لك، مبروك. يلا تعالوا معنا مع ايفل العطور. احنا مع ايفل العطور في قلقيلية، الفرع اللي موجود هنا له فرع في جنين، في عتيل، وكمان في طول كرم، ولا ننسى له اكثر من 70 نقطه في الوطن، نقطه بيع، بالاضافه الى سخنين والناصره كمان. بس بنقول لكم انه عطوره مستوحاه من العالميه واسعاره ثابته وتناسب كل الفئات. كمان لا تنسوا تشاركوا على صفحته لانه في جوائز بانتظاركم كمان اخر الشهر. طيب ابو ايش؟ ابو كنان. ابو كنان. ابو كنان، عشت اسماء. ابو كنان، شو عاصمه؟ شوف السؤال الصعب. سؤال صعب. لك صعب ولا سهل؟ سهل. سهل. طيب انا بدي اعطيك واحد صعب، واذا ما جاوبت عليه بدي اعطيك واحد سهل. بصير. ما عاصمه الاردن؟ عاصمة الأردن؟ عمان. كيف الصعب؟ عن جد صعب. عن جد انه صعب. طيب هاي قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل من ايفل العطور، شو بتحكي لهم؟ شكرا لك.
هذا تاع العطور ايفل. ايفل نعم. بحكي لهم كل عام وانتم بخير وان شاء الله بنعاد علينا الشهر هذا بالخير والبركه، وكل عام وانتم بخير اخرى. وانت بخير رمضان. الله يرضى عليك. تعالوا معنا، تعالوا معنا. مساء الخير. يا مساء الخير. كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ كيف رمضان معك؟ والله الحمد لله ماشيين. سالك سالك. سالك. لا الحمد لله خفيف خفيف. الحمد لله. ربنا ببارك في هال. الله يعيد وعد الجميع بخير. آمين يا رب، ويبعد عنا الجائحة ونخلص من هالمرض وترجع حياتنا وأفراحنا ومعانقاتنا إن شاء الله. يا رب نستدعي يا رب. آمين يا رب العالمين دائما. حياك الله عدنان. عدنان. من وين عدنان؟ من كلكيلي. كلكيلي. أهلا وسهلا فيك. إحنا مع شركة إيفل العطور عندكم شارع الرئيسي. نعم نعم. أهلا وسهلا. هلا احنا بنعطيك سؤال سهل. نعم. وربحك جائزة قسيمة شرائية بكمية 100 شيكل بتروح تجيبها من عنده. بارك الله فيك. شو أكثر فاكهة بتحبها أنت؟ أكثر فاكهة يا أبو صلاح الموز. الموز. إشي تاني شو بعد الموز؟ يعني بعد الموز توت إذا أمكن. توت. نعم. توت. بحب التوت والموز. طيب حج، ما عاصمة الجزائر؟ مراكش. لا هذيك المغرب عاصمتها مراكش. الجزائر. شو الجزائر؟ الجزائر نفسها. نفس الجزائر. 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 طيب ايفل العطور قسيم شرائي بقيمه 100 شيكل تاخذها من عند، شو تحكي لهم؟ من عند ايفل نفسه. ايفل نفسه. طيب تشكر اخوي. شكرا لك عاد. الله فيكم. الله يبارك فيك. تعالوا تعالوا مع... شو البلد، ما هي المدينة التي تشتهر بإيش؟ بالجوافة. كلكيلية. والله محلك وانت مش عارف كمان لسه بتتشاور في حالك. كلكيلية. طيب هاي قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل من إيفل للعطور، تروح تسلمها من عندهم. كل عام مبروك. خير وين عليكم صحة وسلام يا رب. كل عام وانت بخير. تعال تعال تعال. مرحبا. أهلين. كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ منيح الحمد لله. مبسوط؟ لا شايفك نكد. الحمد لله. اضحك يا زلمة. ايوه هيك اضحك اضحك. صايم؟ ما كلنا صايمين وهينا بنضحك يا زلمة. عادي عادي، رمضان سهل ان شاء الله ان شاء الله خير. طيب اعطيني يا باشا، شو اسمك؟ محمد ابو حامد. من وين؟ من كلكيليا. كلكيليا. اهلا وسهلا فيك يا محمد. سؤالي، ما عاصمة المغرب؟ الامارات. ايش؟ الامارات. الامارات. لا هي يا زلمة ترجع عليها الحلق ديخك يا زلمة، بتغشش غلط يا زلمة. عاصمة المغرب مراكش. مراكش. مراكش مش الامارات يا زلمه. طيب هاي قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل من ايفل العطور، بتستلمها من عنده. لا 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 ماشي. شكرا لك، يعطيك العافية. رمضان كريم. من هو عم الرسول؟ أبو طالب. أبو طالب. مين؟ أبو طالب؟ طالب. طب مين اللي مات شو اسمه؟ كافر. أبو سفيان. لا أبو جهل. أبو جهل. أبو جهل. أبو جهل. أبو جهل. طيب هاي قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل من إيفل للعطور، تفضل. شو بتحكي لهم؟ والله عم أنتم بخير. طب من هي مدينة الضباب؟ سبب بلوين احنا مين؟ الاحتلال. شو سبب؟ مين اللي جابهم؟ الانجليز. صح مظبوط. شو اسم البلد اللي مدينة الضباب؟ لندن. 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 طيب هاي قسيمة شرائية من ايفل العطور بقيمة 100 شيكل، تسلمها من عنده. الف مبروك. شو بتحكي لهم؟ شكرا وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. مشاهدي متابعينا، مع ايفل العطور وصلنا معاكم دائما مشوارنا ورحلتنا المتواصلة دائما في برنامجنا في شهر رمضان المبارك بصحبة ايفل العطور. مشاهدينا متابعينا، لا تنسوا 70 نقطة بيع بالإضافة إلى كمان في سخنين والناصرة، وبالإضافة منتشرة في قلقيلية وطول كرم وجنين ورام الله. كمان ايفل العطور يعني عطور مستوحاة من العالمية. شاركوا على صفحتهم ربحوا الجوائز. سؤال الحلقة عشان تربحوا الجوائز، السؤال بيقول شاركوا على صفحة ايفل للعطور واربحوا جوائز وليرات ومصاري كمان. متى وقعت الحرب العالمية الأولى؟ متى وقعت الحرب العالمية الأولى مع ايفل للعطور؟ جاوبوا على صفحته واربحوا الجوائز دائما من ايفل للعطور. مشاهدينا متابعينا بنشكركم، نتمنى لكم صوم مقبول، افطارا هنيئا مع ايفل للعطور. اشكر زملائي براء عمر، خباب الاسمر، ومني انا منتصر علاني. ايفل العطور عنوانكم. الى اللقاء.